السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير لكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مباشره من جمعه ديال الهدره اللي ما بعيداش على 5 تقريبا، 25 كرومات اللي معروفه تبارك الله ما شاء الله بالجوده ديالها والمليح تبارك الله. وبقوا معنا الخوت، بارطاجيو معكم الاثمنه وقارنوا الاثمنه بيننا وبينكم وقولوا لنا في لي كومونتير. وتحياتي لكم وعيد مبارك سعيد لدخول عليكم الصحة والهنا طول العمر ان شاء الله. انتم تشوفوا الجودة تبارك الله مرقد مزيان. شحال اخويا تبع هذا؟ ها؟ شحال تبع؟ 58. شكرا. كما سمعتوا الخوت 58 باش تبع هذاك الخروف مليح تبارك الله. شحال اخويا شريتوا هذا؟ شحال شريتو اخويا؟ 53. 50؟ 3 53. 53 باش خدا. انتم بخير تبارك الله. كتسمع الحدرة اللي كتعرف تبارك الله بالزوجة ديالها. شحال عطاكم هنا اخويا؟ عطاو فيه اخويا الجملة 54. 54 برادي؟ برادي كاين عاطينو 60. 60 هانتوما الخوت، اللهم بارك مليح. شحال في هذا الشريف؟ شحال عطاك فيه؟ ها؟ 70. 70 هانتوما 70 ألف ريال 40 في السنة. 70 سن 40 الله يسخر الجميع. كما قلت لكم اخوت الجمعة معروفة تبارك الله ما شاء الله بالملاح. 52 جملة فرادي؟ فرادي عطونا 56. 56 اللهم بارك. شنو مرقد هذا؟ 5 اعتيادي. يسخر لك اخوت. السلحيب اخوت السلحيب. كلشي سلاح الحليب. كلشي سلاح الحليب المرضي. انتم الخيرات تبارك الله من الجماعة ديال الحدرة. شنو اخويا الدكتور هذا؟ تباع 76 اخويا. جبت سن 40. لا لا ما كاينش مزيان اخويا. راني غادي انا راني غادي. مطور اصاحبي. تبارك الله. خالد. يلا شنو تعطيكم اخويا؟ شحال تعطيكم في هذا؟ 56. 56 زيد السنة 40 40 هذا 15 و400 جملة جملة. شحال في الرادي؟ الرادي كنقولوا 20. 20 الله يسخر لك. كم سنة الحليب؟ كاين سنة الحليب وكاين اثنين. كاين سنة خلطة. الجمعة هذه معروفة بالزيان ياك؟ هي اللي معروفة. والجودة؟ الجودة كاينة تبارك الله. خير موجود؟ خير موجود الحمد لله. كلشي غايب؟ كلشي الحمد لله. درويش اللي ما عندي اللي عندي اللي ما عندي كلشي بخير الله. بخير الله والله يسخر لكم. امين. شنو البلاصة هذا شنو جبتو؟ هادو تيداس هو الماس. تيداس ديال تيداس هو الماس. الله يسخر لكم. غابة. شحال عطاك اخويا هنا؟ 52 سنة الحليب. سنة الحليب 52 سنة الحليب. شحال قطعت هذا؟ 60. 60 يسخر لك. هانتوما الخوت قطعوا ب 60000 ريال 6000 درهم. هانتوما جبت السنة هذا؟ اثنين. اثنين شحال عطاو؟ 66. 66 شحال باش قطعوا؟ قطعوا 74. الله يسخر لك. امين. شنو اسم المرقد هذا؟ مرقد اعتيادي. اعتيادي الله يسخر لك. هو بغينا ب 54. 54 ريال باش قطعوا السيد. 2 2 54 قطعوا ب 54 ياك؟ شحال عطاو؟ عطاوني 48. 48 الله يسخر لك. في يوتيوب
دا قهرت العالم الله يسخر لك شطرت اخويا هذا فينو هذا عطيني 56 وهذا هذاك 52 زيد السن وواحد دسنا الحليب وهذا تني اوكي يعني خير موجود اليوم ياك ما كاينش الملاح اللي ما كاينش الملاح اللي تعرف ماقو عليه والو ما كاينش انا بالي سي ما كاينش الملاح اتبع زيد السن لا ما كاين ما كاينش الملاح ما كاينش الملاح عسير جي هذا غير كنت تطوان هذا ان شاء الله ان شاء الله تعاودوا فيهم مزيان ان شاء الله نسخر لكم اخويا لك في خير ماشي تسمعوا صايم مع الدراري صايم مع 34 36 صافي الله يجعل المره ان شاء الله ها ها ما تما كنت دورات تبعوا غنمشيو لتطوان الله يسخر الجميع شاطر اخويا انا 55 عطاونا المرتب 55 زير داك السن ثني رباعي رباعي الثنايا عطاونا 54 الصراده راهما عطاونا بربعناهم 52 اليوم واش بالك السوق اليوم؟ اليوم اخويا السوق بحال يتحرك الشاري كاين موجود الشاري موجود موجود دابا الناس غتخلص دابا غتخلص ياك والثمن؟ الثمن مناسب راه مزيان الثمن الثمن مناسب الله يسخر لك اخويا تو الشباب شاطر كنا نتا 20 20 زير السنه هذه السنه الحليب السنه الحليب قلت لك ملي شاطر 16 20 عطينا عمي الحاج 20 ملي عامل حاجه ولا غيريه اولا دابا شاطر كنا انا في 22 شحال كطلب 24 واش درت في السن 2 اثنين انتم السنه قد هذا جدي باش كيتقلب منين انا بلاصه كيتقلب اي واحد من هنا من الغزه كيشتي من الغزه تقلب كيش من الغزه كي تجي واحد الكوسه يا كتكون في واحد الكوسه بحال هكا الا شديتي شويه الحمراء اللي نحب شديتي شديتي غادي يدور على غادي يدور اللي كاين يعني اي واحد بغى يشري يقلب هذيك البلاصه يقلب من الصدر من الصدر كيشمل هو من الاور كيشمل من قدام راه من هنا ولا هذيك كلها هي انتم الخوت كيقول لكم كيسمان من هنا قلبوا هنايا كتشد اللحم كتشدوا من هنا كتلقى اللحم هنا راه سمين ما لقيتيش هنا راه ما كاين والو هنا ماشي مشكل هنا هو اللي كيتخلى من الكلمه صافي نسخر لك اخويا شاطرك اخويا انا؟ 52 وهذا؟ 32 وهذاك اللي منين؟ الله يرحمه 32 هذا 52 اجي هذا السن؟ 2 2 اللهم بارك عليك هذا 52 32 صدق معايا الله وشوف الله هذا شحال من السن هذا جامع جامع السن جموع شاطركم فيه؟ 56 اللهم بارك 56 ألف ريال اللي عطاه السن جموع شري أخويا 50 ألف عطاه هاد السيد هذا خداهم باش يعيد بهم الله يسخر الله تعيد بهم ياك هذاك أخويا مشري هذاك تا هو مشري كلشي مشري ما كنبيعش ما كيبيعش هو ممكن تقول لنا الثمن ديالو أثمنه اه مش هذا أخويا هذاك اخويا 2500 درهم 2500 درهم اه هذاك اخويا مشري جوج ب 3000 درهم اه كلشي مشري هنايا اه وهذا شحال باش شريت هذاك 49 49 هذا 2450 هذا مع هذا اوكي هذا 1500 1500 الله يسخر لك اخويا اللهم امين الله يتبغيت انتم الخوت اللي عطاهم 47 جمله مخلطين ثنايا دم خلطين يا لا تعيب عليك بمعزمة رشيد رشيد الله حفظك والرباعي الله يسخر الجميع هذا
وانتم الخوت هذو عطاو 66 الله يسخر الله. ني هذا مش عطاك هذا؟ هذا 53 هذا كراهو 46 53 46 بعيد هذا 2 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 شو هذا السنة هذا؟ 40 ألف أنا. حاجه مزيانه والشركه شعيان موجود خير موجود المليح داير الثمن المليح قلت معدي معروفه رسخر لكم الفرادي بغينا 66 عطاهم 62 كاين سنين الحليب وكاين 60 فرادي سنين مخلطه ياك شنو المرقد عمينا؟ هذا المرقد ديال ايتوريبل ايتوريبل هذا ولدي اثنين السنة القدامية ان شاء الله مع العشية بسخر لكم قلنا شي حاجه على الثقه دابا باش معروف ديال الجماعه الحد الران الجماعه الحد الران المليح والجوده وخرفان ملاح دوك الحمر اكثر كيكونوا غير هنا ما كاينينش ديال الموز ديال الموز ديال هذا الثلاث ديال الغبال بالنسبه للثمن المناسب للجميع ما كاين لا غلا المهم الثمن مناسب بسخر لكم هذا جديد هذا شحال هذا الثمن؟ هذا 29 هذا 15 قطعهم 29 لا 15 ولا 15 شاريهم اسخر لك غتعيد بهم ان شاء الله ان شاء الله الله يسخر بهم الله امين الله يسخر لك انتم الخوت اللي عطاهم 28 الف ريال جملة هذا فتاو مهم هذا شحال؟ سبحان الله معروفين بهادو علاش زعما كيربيو بالضبط هاد السلالات لا حنا كنديرو غنم الحمراء حنا علاش زعما صدق عندنا حنا الغنم الحمراء عندكم ديال الجبار بارد دابا السردية ما تصدقش عندنا حنا السردية حيت انتم عندكم الجبار ديال الثلج والثلج هادي هي السلالات بحال هاد السلالة الخوت كتصبر ما خويا تبعتو 28 هانتوما الخوت هادي 22 عطاو 22 سنة الحليب خروفات هادو ما عارفينش هادو بزاف سمع عندي صحيبي تيضربو السبول وصافي صافي داك الشيء هو احسن عيد هو باش نكتب عليه سمع صاحبي الكسيبة ديالي وين راه سمينة ضاربة السبول والربع ما نقول لك لا ما عندكش لا والو شنو المرقد؟ المرقد؟ شنو البلاصة؟ لا تيداس تيداس احسن مرقد سنة الحليب هذا ولا اثنين؟ سنة الحليب اخويا 56 فرماج ولا ماشي فرماج؟ فرماج جبت عمي ها هو 56 لا غلا على مسكين تبارك الله 56 انتم الخوت هاد الخير هذا تبارك الله ما شاء الله السن عنده 40 الثمن عطاه 66 ألف ريال شحال باش قطعو؟ شحال باش قطعو؟ شحال الثمن؟ بغا فيه 70 ألف ريال الله يسخر الجميع كثر خير تبارك الله الله
هذا الخوت 56 اللي عطاو السلعة مليحة تبارك الله. زيد السن 40 71 ألف ريال. هذا شحال 71؟ شنقة 71 ألف ريال.